سوف يندم من غير هذه الإضاءة. وشكرا. تقول لي بسم الله نحس روحك أقدر لي هكا ترقي لي كذا الجنون. أصبر بينك هكذا حلم شكلي مثل القلب. هذيك الفكرة هذيك أيوه هذيك ليس راسكم أيوه هذيك. أسوكي كيكي تا أروكي تا هنا. لما التقيتها قلت لها بلي هاد الشخصيه اللي راح تخدميها ماشي شخصيه عاديه بحكم انه عندنا 3 مشاهد في كل مشهد نشوفوها ببعد نفسي وبعد فيزيولوجي مختلف. في فيلم اوبن كانت تجربه اكثر صعوبه. علاش؟ لانه ما كانش بالنسبه لي انا كممثله في الفيلم ما كانتش شخصيه عندها بدايه وعندها وسط وعندها نهايه. الشخصيه هذه كانت عباره عن حالات متواجده في العالم كامل. ولهذا بالك المخرج والسيناريست اختاروا اللغه الانجليزيه في الفيلم. بوكو بلوس حالات نفسيه، تعامل الانسان هو داخل الانسان اكثر شيء، داخل الانسان مع واش يقابله، مع الفرص، مثلا الفرص اللي تقابله. كانوا 3 مشاهد، في كل مشهد كانت حاله لازم نقوم بتاديتها ولازم كان لازم نبداها عادي من بعد نطلعها كريشندو. دونك شويه كانت صعبه. ايش عليك تخلط؟ انا ندخل يا ولد شك دخل شك دخل في هنا باش تطلع الرين داون يا كان كاين واحد المشهد تاع الشتاء. انا كنت مسؤول على الشتاء، انا وزوج باديس وسليمان. سليمان منا الشتاء وباديس يطلق لنا شغل العين الشتاء، فاهم؟ وانا نديريجي الشتاء اسكو بالعاصفه ولا بلا عاصفه، شغل تعبي القلم بعد تعبي الفور، راكم فاهمين؟ ايوا واللي هذه هي كيما يقولوا المغاربه المعاونه تغلب السبع. I wanna.
قلت لها انا مدابيا نشوفك ماشي نسيمة اللي نعرفك، هذه اول حاجه. ثاني حاجه اني في المشهد الاول والمشهد الثاني نشوفك ماشي انت. قلت لها وانا عارف بلي راكي قادره على هذا العمل. هي تقبلت الفكره بصدر رحب وعجبت بفكره الفيلم، وبالعكس عطتني افكار ودخلت معي مباشره في النقاش حول سيمولوجيه الفيلم والشخصيات وكل شيء. كي درنا القراءة تاع السيناريو درنا نقاش وطرحنا أسئلة وكانوا كاينين أجوبة وليزيكسبليكاسيون من طرف السيناريست اللي هي أمينة ومن طرف حسام، يعني كان قدامنا واضح. لكن باش أنه تقوم بتمثيلها يعني بتأديتها كانت شوية فيها صعوبة. الفكرة تاعي تتحقق في فيلم وتخرج في فيلم. كي كنت نشوف في الأكتر والأكتريس والطاقم الفني كامل يخدم والطاقم التقني كامل يخدم، حسيت شفت بلي الفكرة تاعي تتجسد فيهم، كانوا هما بتجسيد هذه الخدمة وهذا السيناريو اللي هو كان برك عبارة عن كتابة. ايضا الصعوبه في لان كانت باللغه الانجليزيه، وانا لانه ماشي ما نمتريزيش ما ننطقهاش اللغه الانجليزيه ما ننطقهاش. بصح كانت يعني تجربه استثنائيه لانه كان معايا فريق، كانت ناس عاملتني كسوا من جهه اللغه ولا من جهه ولا لا ديريكسيون داكتور من طرف حسام ولا الاشياء كيفاش نشوفها كانت مفهمتها لي السيناريست. دونك على بها كانت مزيج ما بين السهله وصعبه. نشفى على بالي طلبت منها انه الحوار يكون باللغه الانجليزيه، رغم اني عارف باللي هي تعرف اللغه الانجليزيه لكن من ناحيه النطق غير متمكنه بشكل كبير. قالت لي باللي النطق تاعي في الانجليزيه شويه، قلت لها عادي، قلت لها نسيو نشتغلوا عليه مع بعض وعاوني إيهاب محفوظ. كنا نجتمع قبل كل مشهد نصلح النطق، وهي كانت تبذل مجهود كبير في الناحية، رغم أني أنا أعرف باللي ما كانتش مرتاحة 100%، لكن رغم ذلك بذلت جهد كبير، والحمد لله أنا راضي على النتيجة اللي وصلنا لها. الفيلم هذا كان تجربة جديدة، أول خطرة نخدم انتريور ستوديو. تصميم تاع ستوديو كان بزاف هايل، اختيار تاع الديكور لي كولور طابلو ليدي تاع المطر كيفاش خدموها كانت بزاف هايلة. ديت اكسبيريونس في الكونسيبسيون ديك ليراج لي زيف لي خدمناهم سوا نوي سوا جور ليكستيريور انتريور، كيفاش تلقى سوليسيون لي بروبلام تاعك لي صراو بلا ما تروح حتى لواحد، تما عندك الرول تاعك ربي يسهل. وهذا الطابلو درت فيه هذه الامور، المفتاح الكبير وثلث بيمان، الباب الواسع اللي الانسان يقدر يروح ليه اللي هو الباب الواسع، وكاين بيبان اللي هما مغلقين ويروحوا ليهم
بزاف البشر باسكو يختاروا كثار الامور الصعبه على الامور اللي تجيهم سهله ويفيتيوها في بعض المرات يفيتيوها مع انهم جاتهم شانس وما يبروفيتيو منها. احسن منه ولا ما ينفعش؟ يلا الان دخلني تحت بدات ملفات لازم تكون عيوننا كلها مترفعة لها. والله العظيم العظيم أشكركم جدا والله على كل ملاحظة تقدموها لي تساعدني في أدائي. شكرا للمخرج شكرا للمخرج شكرا لجميع الطاقم والله من أعماق قلبي. والسلام عليكم أنا رايحة. عبد العزيز أيضا كنت عارف قدراته ولهذا كنت باختياره وبالعكس ما يعني قدم لي اكثر من الشيء اللي كنت متوقع منه. ممثل كبير ونتحيه ونتمنى له النجاح في مشواره. فريمون تجربه هايله بزاف اللي تعلمت فيها وكانت اول مره ثاني نصور ندخل بلاطو ونحضر تصوير كواليس وكذا. تجربه بزاف رائعه والله مع ليكيب. ما كنتش نحس روحي يعني مع شغل الإيكيب تكنيك منا ودا عفسة شغل كنا خاوة فيما بيناتنا بيانسور وكل واحد فيهم ضاف لي حاجة وتعلمت حاجة وإن شاء الله ما تكونش هذه آخر تجربة. إكسبرينس كانت مليحة ياسر مع أصحابي لي ستوديون. خدمنا بوندون 3 جور دو تورناج كانت خدمة تعب من الصباح حتى الليل. تعلمنا كيفاش نخدمو في جو تاع جروب مع بعضنا. تعلمنا كيفاش نخدموا لا لوميير كيفاش نخلقوا لي زيفي كيفاش نتعاملوا مع ليكيب تاع الصون. تورناج فات بيان كان منظم وهذا راجع ليكيب اللي واقف على تورناج. نتمنى انه ليسماسي ديما يوفر لي زيتيديون الجو الملائم باش يكملوا الاعمال تاعهم. هاي 27 12 راهم واقفين معايا يعطيكم الصحة. صحة. يعطيكم الصحة. ناس تنجح. 12 تاع الليل قهوة وخبزة. عقب. قبل شوي صلاح جا لحسام لصلاح برونشي ايش اسمه شغل حط البطارية مشان نشغل الساعة. الساعة راح برونشا الكريسيتي. برونشا بلوبريت. ما اشتغلش. كملنا تورناج هذا وين الحمد لله فاتت بيا عشان دي مومون شابين. تعلمنا بزاف عفايس تعلمنا الصبر وتعلمنا بورتون شغل كاين دي مومون وين 5-6 تاع الصباح مزالنا تورنيو ويصرا دي فوق دي بيتيسي خفاف هكذايا وين صالح الجلفاوي 17 انجيسون فوالا انجيسون هيا قال له حسام عباسي قال له بلاصي لي لابيل تاع الساعة شغل عندها واحد الساعة هكذايا هاي ما قال لي قالوا بلاصي لي لابيل تاع الساعه السيد واش راح دار راح بلاصه لابريز على بالي الاخر تمشي بلابريز. نعم كنت سكريبت او بون ما عرفتش بدي اقول هاي التجربه تبعت كسكريبت بالمعهد نجرب سكريبت من قبل وان شاء الله سكريبت صعبه ومهمه جدا بالتورناج وان شاء الله نكونوا وفينا بالغرض مشان ما يعانوا بالمونتاج وان شاء الله خير ان شاء الله تكون تجربه منيحه وان شاء الله البرودوي النهائي يثبت يعني يكون بمحط ومكانه المجهود اللي كان مبذول بالتورناج. بالاخير نتمنى العمل يخرج ويكون في مستوى التعب ومستوى الطموحات تاعنا انا واميره نقدر الان نقول باللي كوبيرو لي جينيرال انتهينا من التصوير.